كنديروا فيه شويه ديال لا كريم فريش. هذا طاجين يعني زوين كيبغيوه بزاف الكليان. كتبغى بوغا واش فيه؟ هذا بوغا بوغا كيتكون من عده عناصر. هاي الضحك هذا ما جيبش غير الكوكوط فوالا حاجه كبيره. لا السلام عليكم، مرحبا بكم في بيسين تروبيكال. شكون اللي خسر هذا الضحك هذا؟ ومرحبا بكم شوشو. حنا اليوم في بيسين تروبيكال ومرحبا بكم مع دراجة السلام. كيفاش ندخل تروبيكال دراجة السلام ويتلاقاو كل شيء؟ فهمتوا يديروا داك الشيء؟ ما تخسرناش الفيلم صافي؟ زوين. صافي اسكت هكذا باش تجي هكذا مايله مليحه. السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم حنا مع بيسين تروبيكال ومرحبا بكم مع دراجات سلام. دخلوا تفرجوا غادي يعجبكم الفيديو. مرحبا بكم. مرحبا. السلام عليكم. بالنسبه للبري ديال الدخول ديال لونتري تذكره لونتري 8 سنين تحت 35 درهم و 10 سنين فوق 70 درهم. 10 سنين فوق 70 درهم. ولا جيت انا عائله وعندي مخلط، عندي وليدات صغار، عندي مثلا عامين، كنديروا لهم واحد الروميز. دائما يكون واحد الروميز. مرحبا. وبالنسبه للباركين هنا واش بفلوس ولا باطل؟ لا باطل. باركين باطل. وبالنسبه للامتعه الناس كلها كيحط حوايج وحده ولا عندكم لي فيسيال؟ حنا ديجا انا كنخدموا مع العائلات. كيجيو عندنا لي فامي بزاف. كاين الناس اللي يجي يحط حوايج في الطابله حدا. يعني كونفيونس ما كانش زعما عمرهم ما وقع لنا زعما ديفول ولا شي حاجه. اغلبيه هنا كيجيو عائلات. عائلات. تبارك الله. معروفين تروبيكال بالعائلات. وبالنسبه لي انا الى بغيت ما بغيتش ناكل عندكم بغيت نجي معايا ساندويتش من برا ممكن؟ دي بتي ساندويتش الدراري بحال ان ساندويتش صغير دانون بحال نقولوا شيبس كاطو مسموح. ما تجيبش غير الكوكوط فوالا حاجه كبيره. لا مرحبا. عندنا لي طاجين لا كنديرو دو بيرسون تخوا بيرسون 10000 و500 طاجين. طاجين ديال 3 بيرسون. 3 بيرسون. وبالنسبه للبيتزا كان لي بيتزا 40 حتى 60 درهم. 40 حتى 60 درهم. واه. مازال يطبخ اخويا. هذا طاجين بالخضر. هذا طاجين بالخضر. خضر اللحم ولا الدجاج وهذا؟ هذا طاجين بالكفته والبيض والفروماج كنديروا فيه شويه ديال لاكريم فريش. هذا طاجين يعني زوين كيبغيوه بزاف الكليان كيطلبوه عندنا حتى هو. تبارك الله. وهذاك الثالث هذاك كاين. هذا طاجين حتى هو باللحم والخضره فيه جميع الخضروات تقريبا. حتى هو ما كيتراوحش الثمن ديالو اكثر من 105 ديال الدراهم وعليه الطلب بزاف بالنسبه للاسره اللي كتكون من 4 حتى 5 تاع العناصر. هذا الطاجين هذا يعني كيكفيهم مزيان. عندك انت كيكفيهم، كاين اللي واحد يضربوا بوحدو. ايوا. وكاين اللي ياكلوا بنص سته ديال الناس، ما تحكمش على حساب كل واحد وكرشو. على حساب كل واحد وكرشو كيما. تبارك الله عليك. بحال هاد التباصل ديال الفريش بحال؟ 10 درهم. هادو 10 درهم تبارك الله. وزك صارت ماروكا؟ 20. 20 درهم تبارك الله. وكاين هنايا الكلاسير بان لي. تبارك الله. هل هذا الكاس هذا واش هذاك عصير ولا رايبي ولا بوغا؟ هذا بوغا بوغا تبارك الله. هذا بوغا بوغا واش هذا بوغا بوغا واش فيه؟ هذا بوغا بوغا كيتكون من عده عناصر من بينها الفريز والاناناس. شحال داير الثمن ديالو؟ كيدير 30 درهم وجا فيه جميع الفواكه. وهذا البيسين انا اول مره ندخل له، عجبني تبارك الله، عجبني النظام اللي فيه والتفاهم اللي كاين بين الخدامه والباترون ديالهم والجيغو ديالهم. داك الشيء تبارك الله يبان لي منظم، يعني ملي كتكون هكذاك الانسجام كتكون حتى المردوديه في الخدمه وحتى بالناس بالنسبه للناس المنقدين لي ميترناجور تبارك الله في مستوى ناس رياضيين. كنت هو درت واحد الفيديو مع واحد فيهم لتحت في الماء تبارك الله واحد المده اللي هي ما تصورش اللي جلست في الماء. يعني الخدمه تبارك الله ممتازه الناس واقفين على الشغل ديالهم. وكاينه كيبني واحد البنايه اللي هي قاعه الافراح، من بعد غتكون القاعه ديال العراسات مازال ما كملوهاش. وكما كتشوفوا هنايا كاين جميع المأكولات، لي بيتزا كاع الماركات ديال البيتزا، كاين طواجن،
العواصر يعني، وكاين قهوة الناس اللي كتبغي تجي تجلس هنايا في الجردة بالنسبة للناس اللي بغات تحضر وليداتها ولا كاين، وكما كتشوفوا زعما فضاء زويون وفيه هذا البلونجوار هذا. وحتى بالنسبه لواحد الساحه ديال الباركين اللي هداينها برا يعني غراتويت، ولا واحد السياسه كيديروا محاربه سترات الصفراء، ماشي محاربه ولكن بالنسبه نورمالمون راه مول الشراء يدخل الفلوس كيما دوك ولاو يديروا السياسه، هو يخلص العساس باش الناس ما تحرش اللي كيجيب الطوموبيل ديالهم، هو العساس اللي يخلصوا الناس غادي هكذا مزيان الحوايج. وحتى من الماء اللي لاحظت هنايا تبارك الله ما نقي، يعني كل مره كيغيره وقيله. وكاين تبارك الله شجر كبير، الناس اللي كتبغي تضلل كاين اللي دايرين هذوك المدلات، وكاين الشجر ديال النخل اللي هو كبير وجردة زوينة تبارك الله. وهنا كاين واحد المسبح ديال الدراري الصغار اللي هو زويون بزاف ونقي، فيه ديما الما كيدور. وحتى بالنسبه للمسبح الكبير راه غادي وكيهبط من متر وانت غادي حتى ل 400 او ل 500. وهذه هي الدخله ديال البيسين، هذه الدخله فيها اللعب ديال الدراري الصغار، حتى هما ذوك اللعب غراتويت. وبالنسبه هنايا الناس فاش يحطوا الامتعه ما كاينش، يعني الناس حاطين طوابل كل واحد الطابله ديالو، وهذوك الكراسي حتى هما غراتويت، الناس كتحط الطبله ديالك وسط فيها الحوايج. حقاش اغلبيه هاد البيسين عائلي 100%، شفت فيه بزاف غير العائلات اللي كيجيو ليه. وبالنسبه للتراجي ديالو راه باين، يعني طريق الحدود طريق الجبال الى هودنا مع الشارع نهودو تو دروا حتى نوصل للرون بوان اللي كندور عليها ادروات سيدي يحيى اغوش المرجان، يعني اللي قات النخيل ودار النسيم، هو راه انفصل دار النسيم، يعني من الرون بوان من با واحد 400 متر ل 500 متر هانت في البيسين تروبيكال او باين يجيك على لاغوش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.